شكرا. اتركوني اتركوني اعيش بقية عمري هنا بالمستشفى. بديت احس اكو تناقض بيني وبين العالم الخارجي، تناقض مخيف مرعب. هذا العالم الخارجي اللي الاخ يرفع مسدس بوجه اخوته، والاخ الصغير ما يحترم الكبير، والكبير ما يحن على الصغير. خلوني. شكرا لكم، كل بيوتكم هي بيوتي، بس انا عشت على قيم غير هاي القيم، واذا اجي واعيش على قيم اخرى اتحطم اتحطم. وبصراحة احسن بيت الي اسكن بيه هو القبر. اي القبر. بقلوب حزينة وعيون باكية ودع العراقيون فنان الشعب وفنان العراق والذي أضاف للدراما العراقية الكثير من القواعد، الفنان يوسف العاني. الوداع الأخير كان بمثابة صدمة للفن العراقي أجمع. قد عبر كثير من الفنانين عن حزنهم الشديد لرحيل فنان الشعب يوسف العاني بعد صراع مع المرض. كان ذلك خلال حفل تأبيني قامه منتدى عنكاوى للفنون، والذي حضره جمع من الفنانين والأدباء استذكروا فيه أبرز محطات الإبداع والجمال للراحل يوسف العاني. يوسف العاني مو خسارة بس الدراما العراقية، لا، خسارة إلي لذاتي أنا كإنسانة موجودة الآن وفنانة. فيوسف العاني رعاني رعاية أب لبنته، رغم أنه هو فارق العمر بيناتنا سنوات قليلة. يعني يوسف العاني نظيف نقاء فظيع. يوسف العاني معلم للفنانين ويعلمهم الفن النظيف، وكان يحترم كل إنسان يحترم فنه. فيوسف العاني لو أريد أتحدث عنه، وأنا راح أكتب يعني هم أنا بمذكرات راح أكتب عنه، لأن هذا الإنسان هو علمني شنو الفن النظيف. أنا اختصاصي أدب عربي، لكن علمني أن أقرأ عن برخت، عن المسرحيات القديمة. فصرت أنا هسه أقدر أعرف كل الأشياء اللي يدرسوها اللي باختصاص. فهذا الرجل إيش ما أقول بحقه قليل. ما أدري ليش تعن على بالي مسلسل، عن على بالي مسلسل سليمة باشا، لأنه كان هو أمامي الوطني. في مشهد من المشاهد لوب في ذاكرتي، ويطلع أول صديق المقرب، طبعاً ما أدري الجماعة يا شايفين العمل لو لا. فشو قل له في مشهد من المشاهد تعتب عليه، تقول له أنت تشوف اللي يجيبه. هذا حواره طبعاً كتابته، أنت تشوف اللي يجيبه لكن ما تشوف اللي تاخده. أو أبلغ من هيك جملة بالتعبير عن ألم امرأة بهكذا صيغة يعني. ثم مشهد آخر يضربها، هذا مشهد الضرب مسجله، هو مسجل. كانت كل ما أزورها بالبيت يقول لي تعال شوف الشطرة. بالتأكيد هذه المطالبة من الفنانين الكبار في أن ينشأ أو يكلف فنان كبير تشكيلي لأجل أن يصنع هذا التمثال ليوسف العاني. هذا مطلب أحترمه جدا، وهذا دلالة على احترام الإنسان العراقي لكبار الفنانين المبدعين. يوسف العاني المبدع، إنسان على كل الصعد، فنان على كل الصعد. هو المسرح، هو التلفزيون، هو السينما، هو لأصدقائه، هو معلم لطلابه، فيستاهل كل هذا وأكثر يمكن.
كذلك أشادوا بمسيرته الخالدة والتي استطاع من خلالها وضع الخطوط الرئيسية للدراما العراقية والمسرح العراقي. كمنتدى أنكار فنون فكرنا والحمد لله اليوم عدنا برنامج تضمن احتوى على كلمات لفنانين معروفين على مستوى العراق، منهم الفنانة سليمة غضير، الفنانة ابتسام فريد، القوا كلمات ونقيب فنانين كلسان فرع البيت. فاحنا اي شيء نقوله كمنتدى أنكار فنون، اي شيء نسوي واي جهه تسوي قليله بحق هذا الانسان اللي كان له عطاء مستمر وباقتدار وبشهامة وبحب وعشق للمسرح لمدة 89 سنة. فأكيد نقدر نقولكم بقلبنا حكي بقد البكي الراكد بعيون الناس اللي تبكي من أجل هذا الفنان الكبير يوسف العلي. نعزي أنفسنا أولا ونعزي العراقيين بشكل عام، لأنه يوسف العاني ليس فنان فحسب، يوسف العاني عراقي حد الوجد، يعني عراقي صميم ينتمي للوطن وعاش جراحاته وعاش معاناته تماما. لذلك عندما نتحدث عن يوسف العاني الحديث عنه ما أصور يمكن نختصر بجملة أو بجملتين، لأن هو العراب. مات العاني لكنه لم يمت في قلوبنا، فرحلة التألق والإبداع ابتدأت بوجوده وبعد رحيله، فقد مات ومسيرة إبداعه لن تنطفئ والتي امتدت على نصف قرن من الزمن.